اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد وحلقه جديده على قناه يوميات جو ايفو. وحشتوني جدا جدا، ولكن يا جماعه انا ما كنتش ناوي انزل فيديوهات الفتره الجايه دي علشان خاطر انا محبط شويه، لانه احنا داخلين في 13000 اخ واخت، تفاعل قليل جدا جدا على القناه عندي هنا. بصوا يا جماعه، يعني انا بنزل فيديو وخشوا شوفوا على اخر فيديوهات انا منزلها، الفيديو بيجيب 100 مشاهده و150 مشاهده بالعافيه، ده اذا جابهم يعني. فانا للناس مشتركة عندي ومفيش أي تفاعل خالص. فلو أنت شايف إن أنت بتستفاد من الفيديوهات بتاعتي وشايف إن أنت حابب وجودك عندي على القناة هنا، فشرفني فوق دماغي من فوق، ولكن يعني ادعمني بلايك وشير. ولو أنت مش مشترك في القناة بتتفرج عليا، اشترك دلوقتي علشان خاطر تتابعنا في الفيديوهات الجاية إن شاء الله. طبعا يا جماعة أنا مش هطول عليكم، أنا بس كنت حابب إن أنا أقول لكم الكلمتين دول، لأنه فعلا دي حاجة كانت مضايقاني جدا جدا. عندي عدد مشتركين كتير، ولكن وده طبعا شرف ليا ان انت موجود عندي على القناه بتاعتي، ولكن شايف انه التفاعل قليل جدا جدا، وده ما بيخلينيش اتحمس ان انا اعمل لكم فيديوهات. ولكن لما لقيت ثغره، طبعا انتوا اكيد عرفتوا الفيديو النهارده عباره عن ايه وفيديو النهارده بيتكلم عن ايه، ولكن لما لقيت ثغره يا جماعه كويسه طلعت ان انا اقول لكم عليها علشان تستفادوا منها وما بخلتش عليكم بيها. ولكن ما تبخلش عليا ودعمني بقى بشير ولايك علشان خاطر اقدر ان انا استمر في السلسله دي وادور على ثغرات كتير وانقلها لكم هنا من خلال القناه بتاعتي ومن خلال الفيديوهات اللي انا بعملها. طبعا يا جماعه ناس كتير جدا جدا بتدور على زياده متابعين الفيسبوك وزياده اللايكات بتاع البوستات بتاعت الفيسبوك. طبعا ناس كتير بتدور عليهم وانا من ضمن الناس دي، ولما لقيت الثغره حابب ان انا اشاركها معاكم في موقع يا جماعه حلو جدا جدا. الموقع ده يا جماعه اللي عايزه، طبعا بعد ما اخلص الشرح وبعد ما اتفرج على الحلقه كامله، ويا ريت تتابع الحلقه خطوه بخطوه من خلال الشرح عشان خاطر تقدر تطبق الخطوات اللي انا هقول لكم عليها، تقدر تستفاد من الموقع والخدمات اللي هو بيقدمها. احنا النهارده هنتكلم ازاي نزود اللايك بتاع الفيسبوك، يعني اي بوست ان انت تنزله تزود اللايكات بتاعته. وعايز تعمله بقى 1000 لايك 2000 3، حتى لو انت ما عندكش 100 او 200 متابع عندك على البيج بتاعتك او على البروفايل الشخصي بتاعك، فدي حاجه كويسه جدا وان شاء الله تستفادوا من الفيديو بتاع النهارده. فمعلش يا جماعه ركزوا كويس في الفيديو بتاع النهارده عشان خاطر تقدر تطبق الخطوات بشكل صحيح، وبالتالي تقدر تستفاد من الثغره بتاعه النهارده. اللي عايز يا جماعه الويب سايت اللي احنا هنشتغل عليه النهارده يعمل لي فولو على الانستجرام، هتلاقوا اللينك بتاعه في الديسكربشن تحت، ويكلمني على الخاص، انا برد على اي حد بيجي لي على الانستجرام هناك. في ناس كتير هنزل لكم السكرينات بتاعت على البيج بتاعتنا على الفيسبوك، برضه هتلاقوا اللينك بتاعه في الديسكربشن، وشوفوا السكرينات. انا ردد على الناس، ناس كتير دخلت لي بخصوص الادسنس، وناس كتير دخلت لي عايزه تعمل قناه وعايزه تقدم محتوى، وانا برد على كل الناس وبساعد اي حد حابب ان هو يطلع على السوشيال ميديا ومش عارف او محتاج شويه دعم او شويه معلومات او حد يفهمه ويديله الطرق الصحيحه اللي هو يبدا بيها على السوشيال ميديا. فانا برد على كل الناس على الانستجرام، اعملوا لي فولو وابعتوا لي رسائل وان شاء الله ارد عليكم لو في اي مشكله واجهتكم في الفيديو بتاع النهارده. من غير كلام كتير يا جماعه يلا بينا نبتدي في الشرح. وده يا جماعه واجهه الموقع زي ما انتم شايفين كده، موقع حلو جدا وثغره مميزه جدا وشغاله لحد الوقت اللي انت بتتفرج فيه على الفيديو ده، وان شاء الله يا جماعه الثغره دي تفضل شغاله. موقع مجاني مش بيطلب منك اي تجميع نقط او اي شحن ولا فلوس ولا اي حاجه من الكلام ده كله، موقع مجاني 100%. واحنا النهارده هنشرح ازاي نزود اللايكس بتاع البوستات بتاع الفيسبوك واي عدد انت عايزه. تمام، بصوا يا جماعه مبدئيا كده لازم تسجل في الموقع ده بالفيسبوك بتاعك. طبعا احنا علشان نحافظ على الفيسبوك بتاعنا الاساسي من اي تهكير او لو في اي مشاكل، مع ان الموقع ده امن وما فيهوش اي مشاكل ولا في اي مشاكل حصلت لي ولا واجهتها من ساعه ما بدات ان انا استخدمه. فالموقع ده يا جماعه احنا هنستخدمه فيسبوك وهمي، يعني انت تقدر تعمل فيسبوك عادي كده ما تكونش بتحتاج له وتبتدي ان انت تسجل فيه الموقع ده. ولكن علشان برضو يعني حتة الأمان، اوعى تسجل بالفيسبوك بتاعك، نعمل أي فيسبوك جديد وتحط فيه أي صور أنت عايزها كده كام صورة، وبعد كده تسجل في الموقع ده. تمام، علشان بس الموقع ده ما يحسبش إن الأكاونت ده فيك ويقفلهولك أو ما يرضاش إن هو يعني يسجل فيه. تمام، مبدئيا كده يا جماعة هنيجي ننزل تحت كده، تمام، هنلاقي لوجن ويز فيسبوك، يعني عايزك تسجل بالفيسبوك، هنضغط هنا كده
تمام هيفتح معانا بالشكل ده. تمام انا هاجي هنا هدوس على allow permission تمام علشان خاطر اسجل بالفيسبوك الوهمي اللي انا عامله. تمام هدوس هنا هضغط على الفيسبوك، طبعا تكون انت فاتحه على الفيسبوك بتاعك على ابلكيشن الفيسبوك. احنا كده فتحناه على الابلكيشن بتاع الفيسبوك، هنيجي هنا ندوس ابروف تمام بديله موافقه ان هو يبقى ليه كل الصلاحيات او ياخد بعض الصلاحيات على الفيسبوك الوهمي اللي انا عامله. هدوس هنا كونتينيو، طبعا علشان انا كنت مسجل قبل كده انا بس بوريكم. تمام انت اول ما هتدوس على لوجن ويز فيسبوك هيجيب لك انت تدخل رقم التليفون والباسورد او الايميل والباسورد اللي انت عامل بيهم الفيسبوك ده. تمام وبعد ما تدوس ابروف تمام على الكود اللي اداهولك زي ما انت شفت كده هيجيب لك الصفحه دي، طبعا هرجع كده من خلال السهم اللي فوق. تمام وهاجي هنا هدوس على فيريفاي اند لوجن، تمام اللي هي الخضره اللي تحت دي هدوس عليها كده. تمام هنزل تحت هيجيب لي ان انا اعلم هنا ان انا مش روبوت. تمام جاب لي علامة صح، هدوس على كونتينيو. تمام زي ما انتم شايفين كده يا جماعة ده الاكونت بتاعي، وهنا بيقول لي اليوزر اي دي، الاي دي بتاع الفيسبوك بتاعي الوهمي اللي انا عملته، وهنا بيقول لي الحالة ان انت اكتف يعني نشط. تمام طيب انا هاجي هنا تمام اخش على الفيسبوك الوهمي اللي انا عملته، وهاجي هنا مثلا اكتب اي بوست تيست مثلا تمام واعمل له نشر. بس في ملحوظه هنا يا جماعه، انا وانا باجي اعمل البوست نشر ما بصيتش على الحاله، يعني ان انا اعمله بابليك او للاصدقاء ولا لأصدقاء معينين يعني مخصصين من ضمن الأصدقاء اللي عندي، لازم يكون المنشور معمول بابليك، ولو أنت الفيسبوك عندك بالعربي تعمله للعامة، تمام؟ يعني أي حد يقدر يخش على الفيسبوك بتاعك ويشوفه، تمام؟ زي ما أنتم شايفين أهو يا جماعة تاني إيديت بوست، هاجي هنا لو أنتم شايفين عملتها بابليك، تمام؟ ودوست سيف، تمام؟ أنا هنا البوست نزل عندي، هاجي عند الثلاث نقط اللي فوق دول وهدوس كوبي لينك. تمام هاجي هنا ادوس كوبي لينك، انا كده خدت اللينك بتاع البوست. هاجي هنا هدوس على اوتو رياكشن، هيظهر لي الاعلان ده، هضغط هنا على اكس. تمام بتظهر لي الواجهه بالشكل ده، هدوس هنا على كاستم يو ار ال علشان احط اليو ار ال او اللينك بتاع البوست، وهاجي هنا احط اللينك بتاعي. تمام وادوس جيت رياكشن اللي هي في المربع الاخضر ده. تمام هنا بيعمل لي بروسيسنج. تمام وزي ما انتم شايفين هنا فوق بيقول لي ايه سند رياكشن ريدي، يعني هو جاهز ريدي فور سيندنج رياكشن، هو جاهز لارسال اللايك. تمام هاجي انزل تحت هنا، هنا بقى في حاجة حلوة جدا جدا في الموقع ده، ان هو مش بيبعت لك لايك كده وخلاص، يعني هو انت اللي بتختار اللايك بتاعك، يعني انت عايز مثلا البوست مضحك مثلا، او البوست مثلا عايز يجي عليه لايك بس اللي هو اللايك العادي بتاعنا، ولا عايز يجي عليه لاف ولا ضحكة ولا اندهاش اللي هو الواو دي، ولا حزين ولا غضبان. فبص لو شلت العلامة كده مش هيجي لك لايك خالص. تمام انت بتعلم مثلا على اللي انت عايزه، فاحنا هنعلم عليهم كلهم عشان بس اوريكم قدامكم ان هو شغال وبيبعت كل اللايكس اللي انت عايزها. هنا بقى نمبر اوف رياكشن، ان انت بتحدد الرقم بتاعك، هنا كاتب لك 150 عدد اللايكس اللي انت عايز تبعتها على البوست بتاعك. انا نصيحة مني ما تغيرهاش، تمام لان انت لو غيرتها وكتبت رقم اعلى من كده هيهنج معاك وهيبقى صعب وهياخد وقت طويل جدا. تمام فاحنا ممكن نعمل الخطوة دي كل شوية ولكن بنفس العدد، خلينا حاطين نفس العدد ده. طبعا هنا مفيش خطوة باقية غير ان انا ادوس سند رياكشن. تمام زي ما انت شفتوا كده الاكونت جديد والاكونت
انا عامله مفيش عليه صديق واحد حتى. هاجي هنا ادوس سند رياكشن، هنا كاتب لي تحت لو انتم ملاحظين سندنج رياكشن بليز ويت، يعني انتظر. احنا بنبعت اللايكس بتاعتك، اللايك بتاعتنا على البوست بتاعك على الفيسبوك، تمام؟ زي ما انتم شايفين كده هيجيب لي العدد بعد ما يخلص. هنا بعت لي 85 رياكشن، 85 لايك راحوا على البوست ده. طب تعالوا نشوف، تمام؟ تعالوا هنا نخش هنا، زي ما انتم شايفين كل الناس دي عملت لي لايك. طب تعالوا بقى نبص كده، نخش، انتم ملاحظين يا جماعه، شايفين؟ شفتوا 85 لايك جم، 15 لايك و13 هارت و13 ضحكه و13 قلب و13 واحد غضبان و11 مستغرب و7 حزين، يعني التوتال كله 85 لايك. ثغره مميزه جدا وثغره حلوه قوي قوي قوي، يا ريت كل الناس تستفاد وتطبق الخطوات زي ما انا قلتها بالظبط. وهعيد عليكم تاني، لازم يا جماعه واحنا بنعمل البوست، تمام، سواء بقى البروفايل الشخصي بتاعك او بيج على الفيسبوك، لازم يكون المنشور بابليك، ما يبقاش خاص او للفريندلي بس، لا لازم يبقى للعامة، عشان اي حد او سوري علشان خاطر الموقع يقدر يوصل للمنشور بكل سهولة ويبعت لك بسرعة جدا جدا يعني اللايك او عدد اللايك اللي انت طلبته. هنرجع هنا للموقع بتاعنا تاني، بيجيب لي الصفحة دي بعد ما خلصت وبعد ما بعت اللايك بتاعي. هاجي هنا ادوس على جو تو داشبورد، هرجع للداشبورد بتاعتي تاني، تمام؟ لو انا عايز ازود المنشور بتاعي تاني، نفس المنشور ده عايز ازوده تاني، تمام؟ تعالوا كده هدوس على اوتو رياكشن، هوريكم بس حاجة تانية، وادوس زي ما انا قلت كده على كاستم يو ار ال، وهاجي احط اللينك بتاع البوست وادوس على رياكشن. في بقى هنا نقطة حلوة قوي عشان بس الناس تبقى عارفة، وناس ايه ما تقولش ده مش عايز يعمل. لو انت لاحظت هنا تحت كلمة سند رياكشن بيقول لك بليز ويت 7 دقايق و30 ثانية. بعد ال 7 دقايق و30 ثانية دول هو انت بتقعد طبعا تتابع، بعد ما يخلصوا تمام بتيجي هنا حضرتك برضو تدوس على سند رياكشن عشان تزود اللايك بتاعك، تمام؟ انا هستنى هنا السبع دقايق لما يخلصوا، وبعد كده ادوس على سند رياكشن هيرجع لي اللايك تاني بزياده على البوست بتاعي. فتنتظروا هنا زي ما قلت لكم، اهو العدد بيقل، عدد الدقايق بيقل، تمام؟ هنا بالدقايق وهنا بالثواني زي ما انتم شايفين. وبعد كده هاجي ادوس على سند رياكشن. وده كان شرح النهارده، اتمنى تكون كل الناس اللي اتفرجت على الفيديو ده استفادت وابتدت ان هي تطبق الخطوات، وان شاء الله تنجح الخطوات دي معاكم وتستفادوا بالثغره بتاعت النهارده. ويا ريت لو انت استفدت من فيديو النهارده زي ما قلت لكم في الاول كده، يا ريت ما تبخلش عليا بلايك وشير عشان كل الناس تستفاد. ولو انت مش مشترك في القناه اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا ان شاء الله الفتره اللي جايه. يلا يا جماعه اشوفكم على خير وفي شروحات تانيه، ولو في حد واجهته مشكله يعمل لي فولو على الانستجرام ويجي لي هديله اللينك بتاع الموقع ويبتدي ان هو يخش ويسجل فيه ويبتدي ان هو يشتغل ويكبر البيجات بتاعته والصفحات بتاعته ويخلي اللايكات كتير جدا جدا بالالاف. وفعلا مش بقول كده وخلاص، بس فعلا ممكن تعمل بال 2000 3000 لايك في اليوم، تمام؟ فاشوفكم على خير، وده كان فيديو النهارده، وان شاء الله استنونا في شروحات تانيه. سلام.